صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير رندا، صباح النور تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحة. اليوم موضوعنا له علاقة بتنزيل الوزن، بحس هذا موضوع رح يهم كثير من المشاهدين، خاصة لما الواحد بيكون عم بيعمل مجهود انه ينزل وزنه وما بيهز الميزان. ما بيهز، مظبوط. عند ناس بتشوفي كيف هن وعم يعملوا ريجيم بيضعفوا كثير بسرعة، وعند ناس ثانيين بتحسي تينا انه عن جد عم يحاولوا يعملوا مجهود كثير ولكن منهم عم يضعفوا. نحن بلشنا هالحلقه عملناها التنين، ولكن حسينا انه بالفعل في كثير اشياء نرجع نحكيهم التنين الماضي، فقلت انا مزبوط وعدت المشاهدين كافي. ولكن قبل بدنا نذكر بمسابقه باري لايت، بعد عندهم مهله لبكره طبعا تيحطوا اجوبتهم. اكيد. فكان سؤالنا هي في اوميجا 6 اكثر، فاذا اوميجا 6 عم نحكي مش اوميجا 3، هل هو الحمص ام العدس؟ مشاهدين بعدهم عم يجاوبوا، عندنا مجال لليوم بالليل لانه بكره بيكون عم اكيد حطينا اسم الرابح أم الرابحة. نعم. على الفيسبوك بيجز MTV Alive أو RDF رندا دنيا فهد أو Berry Light Health Center. أكيد بكرة عنا رابح أم الرابحة ليستلموا مأكلاتهم من مطبخنا حسب هن شو بيهتموا ياكلوا، نحن بنكون عم نصنع لهم إياها كرمالهم. وشو خبريتنا اليوم؟ اليوم خبريتنا طبعا تينا، نحن دايما صرنا مآمنين، واللي بعد ما مآمن بقضية الأكل قديش هو مهم للصحة، أنا بلشت أحلومكم لأنه عن جد الأكل والصحة في علاقة كتير كتير قوية. نعم. هلأ اليوم هالدراسات عم تحكي على علاقة الأكل وأمراض معينة هون، منها مرض النسيان والألزايمر. فدراسات كتير كبيرة، وهلأ الدراسات انعملت على أكثر من 7000 شخص ولمدة 14 سنة، يعني عم نشوف قديش هالدراسات عم تكمل. نعم. وعم تشوف علاقة الأكل بمرض النسيان أو الألزايمر، اثنيناتهم سوا. وتبين لنا أنه الأشخاص اللي هن عم يأكلوا مأكولات معينة، بنقول لها رجيم المايند دايت، M-I-N-D، هيدا المايند دايت هو الرجيم اللي بيعتمد على الخضرة، بيعتمد على البرز بالتحديد، على الخضرة الخضرة بالتحديد، بيعتمد على زيت الزيتون، بيعتمد على الأفوكادو، بيعتمد على البقوليات، ومن اللحوم في عنا السمك والدجاج. وبهيدا المايند دايت في عنا كيس بيض بينحط فيه مره بالنهار. أوكي. فهيدا اللي تبعوه كثير كان عم يلاقوا تجاوب، بشكل انه قارنوا بالعالم، شافوا العالم اللي عم ياخذوا المايند دايت كان عندهم نسبه حدوث النسيان او الالزايمر، هول المرضين مختلفين، كانت كثير اقل. هلا كمان هون بنفس الابحاث بين انه الاشخاص اللي كانوا عم ياخذوا اوميجا 3 تناولهم الاكل كان فيه كميه اكبر من الاوميجا 3، هولي أشخاص كمان هالشي ساعدون كمان على تأخير حدوث الألزايمر أو ديمنشا أو حماية منه. وكمان عندنا هون تأثير الإيجابي كان للفلافونويدز، وخصوصا نوع واحد من الفلافونويدز هو اسمه كويرسيتين، اللي دايما أنا بحكي عنه، هو موجود بالتفاح، موجود بالبصل، هذيك الأسبوع حكيت عنه. رندا رح نكفي حديثنا بعد هالوقفة، يلا. رح نختم الخبرية قبل ما نبلش حديثنا، موضوعنا لليوم خبرية اليوم تينا كانت عم تقول أهمية الأكل. نعم. لتحاشي الديمنشيا، مرض النسيان أو الألزايمر، وشفنا كيف الأكلات اللي هي بتعتمد على المكسرات، البقوليات، الخضرة الخضرة، زيت الزيتون والبرز، وبنفس الوقت المأكولات اللي بتحتوي الأوميجا 3، بنفس الوقت المأكولات اللي بتحتوي فلافونويدز وخصوصا الكويرسيتين اللي هو قلنا كنا عم نحكي على البصل، كنا عم نحكي على التفاح وغيرها من المأكولات، بس سريعا ذكرت هالاثنين قديش هن مفيدين، يا لانه ما يعود في عنا مشكله الألزايمر او الديمنشيا، او تخفيف عوارضهم، عوارض الألزايمر او تاخيرهم على الاكل. وتبين كثير كمان هون، مشان هيك قلت بدي اختم فيها، الويسترن دايت يعني اللي هو الرجيم اللي بيعتمد على المقالي اكثر، على الفاست
فاست فود وعلى البروسيس اللي خصوصا اللحم اللي هي مصنعه تبين تاثيرها السلبي جدا بتزيد من نسبه العمر بيكون اقل كمان والسيمتومز العوارض بيكونوا اقوى فننتبه يعني اذا خايفين نحن من النسيان ننتبه على مأكولات نشويات كثير مهمه. اليوم موضوعنا لكينا عن تنزيل الوزن يعني هيدي بتصير مع أكثرية الأشخاص اللي بيجربوا ينزلوا وزنهم ببلشوا بالدايت ما أحليهم بينزل الوزن شوي شوي وبيوصلوا لمرحلة يمكن بيوقف. هلا تينا حتى اوقات في ناس هون بيوقف وعنا قضيه البلاتو حكينا عنها من فتره وحتى في ناس بيكونوا من اول ما عم يعملوا رجيم ما عم ينزل وزنهم بالطريقه اللي نحن مفكرين فيها. رح احكي بالاخير ارجع عن اذا في امراض اذا في ادويه الى اخره اكيد ولكن رح احكي عن شيء انا عم شوفه كثير بالعياده عندي وشيء كثير براكتيكال يعني عملي. اول شغله عمليه بدي اقولها انه نحن صرنا كثير عم تسمعوا على الاكل الصحي وخصوصا الدهنيات الصحيه وقديش هي مهمه. هلا بعدني عم بحكي قديش مهم انه نكون عم ناخذ زيت الزيتون مثلا. اوكي بكثير اوقات بنحكي قديش مهم ناخذ الجوز، بكثير اوقات عم نحكي على الافوكادو، بكثير اوقات عم نحكي عن البذور، فاذا هول مأكولات هول دهنيات كثير صحيه، ولكن بنلاحظ اوقات الاشخاص اللي عم يعملوا رجيم لانقاص الوزن عم ياخذوا كثير من هالكميات، طيب هيدا اكل صحي، هيدا اكل بيساعد ضد الالتهابات بجنن، ولكن هيدا اكل بيحتوي على وحدات حراريه كبيره، فانا رح اذكر هون اذا بقول بدي اكل الجوز واكلت اكثر من 5 جوزات كاملين هون ال5 جوزات عديت الكميه امنوا لي 200 وحده حراريه بدون ما انا احس فيها. الاكثر من هيك هو وقتها الجوز ما نكون عم ناكله كسناك نكون حاطينه بقلب السلط او بقلب الشوفان الصبح على الترويقه ما بنحسب حساب وما عم ينتبه الشخص انه هو عم بيزيده. بدي احكي انه ما في لغز رندا يعني اذا الواحد ما عم بينزل وزنه يعني عم بيدخل كميه هال مظبوط بطريقه معينه مظبوط وهيدا هو اكبر سر اكيد. وقتها برجع بقول لك مبلا في عندنا مشاكل صحيه وادويه ولكن شلناهم على جنب اكيد ما في سحر يعني في شيء غلط عم بيصير ممكن قله حركه او هلا رح ارجع لها بس انا بدي احكي بالحقيقه عن 3 اشياء اساسيه كثير عم نواجهها بهالايام مشان هيك حبيت اليوم حلقتي تكون عنا. فهي كنا حكينا على هذا الموضوع مثلا بينات باتر عندك الاشخاص بيقولوا لك عم نعمل حركه عم نعمل رياضه ولكن حتى نقوى بهالرياضه عم ناخذ البينات باتر كثير منيح بس نحن بنعرف انه الحصه هي ملعقتين كبار اللي هي بيحتوي على 200 وحده حراريه وهيدا بيعني على الاكيد اكثر مما لو نحن حطينا شقفه الجبنه البيضاء اللي نحن بناخذها بقلب الترتين اما نحط الجبنه على التوستات اكثر 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 من الدبل ففينا نعملهم. ومن ناحية تانية فإذا هون عنا وحدة حرارية زيادة وقت أقول أنا ملعقتين كبار دايما هو ستاندرد هو الملعقتين المسح أكيد فنحن هون الأشياء اللي هي مثل البينات باتر بتفرق لأنه بتكون هي بتتعبى أكتر. ملعقة زيت الزيتون اللي هي بتجنن وكتير صحية فيها تقريبا 135 وحدة حرارية عظيمة ولكن أنا إذا عم باخد 5 ملاعق بنهار كبار صحيا بجننوا ولكن إذا بدي نقص وزني هون عم أكيد عم باخد أكثر من 600 وحدة حرارية. هتجيبين نفس الشيء بالكل شيء قمحة كاملة الواحد بيقول إنه بس أنا عم باكل خبز قمحة كاملة أو رز كامل روعة بس بالنهاية كتير عم ندخل سعرات حرارية 100%. فهون حكيت عن الدهنيات. تاني الشغلة اللي كنت بدي احكيها بالاكل الصحي هو هالحبة الكاملة. هلا نحن وقت عم ناكل حبة كاملة كثير صحي كثير صحي وكثير بجنن وما بيرفع الانسولين بسرعة ولكن اولا الكمية هي ذاتها الوحدات الحرارية لبل كل ما تسمعوا انتم مالتي سيريال يعني فيها كثير سيريال فيها كثير حبوب الحبة الكاملة بتحتوي على دهنيات بقى شرع الدهنيات بتخف ولكن بتحتوي على كثير صحي ولكن حتى هي فيها شوي في يكون فيها وحدات حراريه اكثر. وهون بما انه ذكرت هيك تينا بدي اذكر 2 اكل عم ناكلهم بهالايامات اللي هن كمان فيهم وحدات حراريه اللي هن الشوفان والكينوا صح. فنحن بنعرف هلا انه الشوفان وقت اقول حصه عن الشوفان اللي هي شوفان ساده 3 ملاعق شوفان او بيطلعوا نصف فنجان هي الحصه
مش البول الشوفان. وبنفس الشيء الكينوا، وقت نقول فنجان كينوا على الاكيد هو في وحدات حراريه، ما عم نحكي صحيا كثير صحي، بيحتوي البروتين النشويات والبروتين، ولكن هو بنعرف انه الفنجان تقريبا بيحتوي 222 كالوري، فيها تكون هول الكالوريز اكثر من الرز. نعم. فهون كمان بدنا طبيعي. ننتبه لهالاشياء. هلا هاي عن جد من الاشخاص اللي عم يغرقوا بهالموضوع ما عم يعرفوا يحسبوا له حسابه، حبيت اذكره. الشغله الثانيه كمان بهالنطاق كنا ذكرنا على قضيه البينات باتر، ولكن اللي بدي اذكره هو على البورشن سايز، على الكميه، على الحصه اللي نحن بدنا نحطها. فاوقات واحد بيقول ما هيدي صحيه انا فيي احط حصص اكثر، مثل الفواكه 100%. فهون كمان حتى لو كان صحي، صحن فواكه مشكل كذا نوع على أكيد. يعني ممكن نوصل لل 400 طبعا وحده حراريه بسهوله، يمكن 100%. صحيح هن صحيه، وفي يقول انا اذا قرنت بشخص ثاني هو عم ياكلهم بالايس كريم وعم بالبوظه وعم ياكلهم بالجاتو، لا اكيد الفواكه احسن. ولكن اذا انا كثير دقيقه بقديش بدي اكل، بدي احسب حساب هالصحن الفواكه اللي هو عم باخده. والناس اجمالا حتى وقتها دائما هيدي انا بذكرها، وقتها اقول له مثلا رح انتم بحاجه ل نصف فنجان من هالاكله المعينه، اوقات هن اللي بياخذوا من المطابخ عندي بيقولوا لي رندا انت قلتي لنا نصف فنجان عم تحطي اقل. انا شو بقول لهم هون؟ هيدا هو نص الفنجان. ولكن انتم وانا الفنجان وفنجان كمان بيختلف، بينما انا بكون فرجيتهم شو هو الفنجان وعندهم اياه، ولكن نحن عندنا تندنسي نكون عم نحط كميات اكثر. فهودي شغلتين، الاكل الجيد، الحصص كثير مهمين. ثالث شغله بيقعوا فيها كثير العالم هي قضيه الويك اند. فكثير اشخاص عندي اللي هن بيحاولوا يعملوا ريجيم، ولكن بيجوا بلاقيهم حافظين على وزنهم ما ضعفوا، هن الاشخاص اللي بياكلوا كثير مضبوط خلال الاسبوع، ولكن عندنا مشكله الويك اند، خصوصا هلا بالصيف اللي هو ويك اند بالجبل، ويك اند الى اخره. والويك اند تينا هو منه سبت بعد ظهر احد بالصيفيه، الجمعه ببلش. فصار عندنا ثلاث ايام عندنا فيهم اكل واكل او شرب، وكثير ناس هون ما بيحسبوا حساب الشرب بدي يشربوه، مع انه نحن بنكون حكيم بهيدا الموضوع. فبيكون عندنا عشاء الجمعة، بيكون عندنا عشاء السبت، بيكون عندنا بالقليلة غدا الأحد، ومعهم الشرب ومعهم بيجي الديزرت. وهون الأشخاص بيقولوا لي بس نحن بحق لنا نكون عم، مش دايما الروتين هو ذاته. مزبوط، أنا ما بدي نمشي بنفس الروتين، وإلا الإنسان بيزهق وما بعد يكمل. ولكن خلينا نحن لأعطي تب هون، في يقول إنه أنا الجمعة باكل أكل كتير صحي وفي يفوت كيسين مشروب بهالنهار. نهار السبت في يكون عم، لا جمعة سبت أحد حاعطيهم إياهم، ما يعتلوا هم المشاهدين. نهار السبت نحن عنا عشاء، تعشينا أكل أكيد كلنا صرنا بنعرف فينا نتعشى عشاء صحي وين ما نكون. ولكن جاي عبالنا هالديزرت هالحلو المعين نكون عم نقسمه نحن وحدا تاني. نهار الأحد قلنا هيدي الوقعة جاي عبالي مع الأكل اللي عم باكله شيء معين ما كنت عم باكله من نص الجمعة، يمكن بطاطا مقلية، يمكن نشقفة بيتزا. سو باخذ كم شيء بطاطا مقلية، باخذ اكسترا سلايس اوف بيتزا. سو هولي هن الاكستراز اللي بدنا ناخذهم. مش بدنا نقول الكلمة اللي دايما مذكر المشاهدين ما بحبها ابدا هي تشيت ميل. فهون البالانس يعني معلومات كثير مهمة رندا، وهالموضوع ما بينتهي. انا بحس بضل في قصص نقولها. في شيء بتحب تزيديه قبل ما نختم عن هالموضوع؟ اللي بدي اقوله انه ما بدي المشاهدين كمان يحسوا انه هن اللي عم يغلطوا بكل الوقت. لارجع اقول انه لا، اوقات اكيد ادويتنا هي اللي ما عم تخلينا نضعف، اوقات اكيد مثل ما قلنا حالات مرضيه ما عم تخلينا نضعف، ولكن نحن ننتبه على هالاشياء، نشرب مي منيح ونعمل رياضه، وبتشوفوا كيف رح ترجعوا تضعفوا. والحساب يعني قد ايه مهم الواحد انه يقدر يحسب، مثل ما قلتي يعني يكون شوي واعي بهالموضوع. يمكن عم ناكل اشياء صحيه، مزبوط هي صحيه، بس ما معناتها انه ما بتجمع وما بتزيد بالكالوريز بالنهايه. هو الحساب، وانا بسمي شيء كونسيستنسي، بدنا نكون ثابتين 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 ثابتين، هيدي اهم شيء ليساعدنا. ثانك يو رندا. رح ناخذ بريك مشاهدينا من كافي الايف، وانا بلاقيكم بعد شوي مع جاد بكوكينج.